والله ان الشيشه حرام، والله ان الشيشه حرام، لكن اقسم بجلال الله ان قطيعه الرحم احرم واجرم وادهى وامر. واذا كان الشيطان ما لعب عليك في الشيشه ولا الكبتاجون ولا مالبورو، تراه لاعب عليك باكبر منها، هذه اختك من تبي تسلم عليها، احسن الله عزاك اللي يسمونك احيانا طيب ومطوع، والله لا طيب ولا طوع الا ان تصلح ما بينك وبينهم.